شحنة جديدة من أنابيب الألياف الزجاجية المنتجة بمدينة المسيلة تصدر إلى دولة ليبيا. العملية التي تعد ثانية من نوعها تندرج في إطار تنويع الاستثمار خارج المحروقات. نحن بصدد التصدير إلى جمهورية ليبيا، وهو يعتبر مشروع مهم بالنسبة لجمهورية ليبيا، حوالي 25 كيلومتر من هذه القنوات، وتعتبر هذه الشحنة الثانية التي نحن بصدد يعني إرسالها في هذا اليوم. الشحنة الثانية تقدر بتقريب حوالي 1000 متر، يعني 1 كيلومتر، وعملية النقل طبعا تتم عن طريق برا، يعني عن طريق النقل بالشاحنات عبر الحدود التونسية الشاقة. في هذه الوحدة الإنتاجية بالمنطقة الصناعية بمدينة المسيلة يتم إنتاج الأنابيب المصنوعة من الألياف الزجاجية بسواعد وخبرات محلية. هذا المصنع عنده دور كبير في التصدير، خاصة للدول الإفريقية، موريتانيا والسنغال، واليوم ويعني تبعا يعني لعملية التصدير اللي قام بها مازال يواصل التصدير تاعه إلى دولة ليبيا الشقيقة، في إطار يعني صفقة تجمع بين دولة ليبيا الشقيقة والطرف الجزائري الممثل في يعني مغرب بايب. مرافقة أصحاب المشاريع والاستثمارات المنتجة بولاية المسيلة فتح المجال لتصدير الإنتاج المحلي إلى عدة دول أوروبية وإفريقية. عملية التصدير جاءت طبعا في إطار الديناميكية والحركية اللي تعرفها الولاية من خلال الجانب الاقتصادي، أين تم تصدير أكثر من سنة 2022 أكثر من 57 مليون دولار موجهة إلى عدد دول سواء أوروبا أو إفريقيا، وكذلك السنة هذا العام نتوقع ما قيمته أكبر من السنة الماضية، خاصة مع رفع القيود على المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار على مستوى ولاية المسيلة. مؤسسات محلية ترفع تحدي تنويع الإنتاج الوطني وتحسين جودته، ما يسمح للجزائر بولوج الأسواق الدولية خاصة السوق الإفريقية تدعيما للاقتصاد الوطني.